بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده ننقل لحضراتكم على الهواء مباشره مباراه الكره الطائره رجال الاهلي والزمالك في ختام الدور الترتيب الثاني في دوري الكره الطائره. المباراه ستقام من استاد القاهره من الصاله رقم 3، ولكن المباراه كان مقرر ليها الاقامه الساعه 8، ولكن لظروف تاخر المباريات لان اقيم 3 مباريات قبل مباراتنا ترتب عنه المباراه اللي قبلينا سموحه وبتروجيت المباراه في الشوط الثاني وانتهت 1-1، فواضح ان المباراه هتروح لشوط خامس ما بين سموحه وبتروجيت، فاذا ده يعني هيترتب عليه تاخير مباراتنا. من توقعي هنا مش هتتلعب قبل الساعه 9 او يمكن كمان 9:30. المباراه مهمه جدا طبعا للنادي الاهلي، مش مترتبه على شيء ولا الفوز بالبطوله، لكن هو دور ترتيبي هتخش بعد كده وهشرح لحضراتكم بالتفصيل نظام الدوري، ولكن مباراة النهاردة مباراة ترتيبية فقط مش هتفرق كتير في التأهل أو المنافسة على بطولة الدوري. ولكن في البداية بحب أرحب بضيوف المنورين في الاستوديو التحليلي، الكابتن نشأت طلعت نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير فني فريق الناشئين بالنادي الأهلي. أهلا بيك يا كابتن نشأت. أهلا وسهلا كابتن نشأت، منورنا ودايما كده ضيف يعني عزيز علينا. تسلم كابتن. بنرحب بكابتن كريم جمعه نجم النادي الأهلي السابق وأيضا منتخب مصر وأحد طبعا ضيوفنا الدائمين. أهلا بك يا كابتن كريم. أهلا بك يا كابتن هيثم، وإن شاء الله تكون مباراة لي باسم النادي الأهلي إن شاء الله النهارده. قبل ما نروح الحقيقه لمباراتنا ونتناولها تحليليا، بنحب نبارك اكيد لجمهور النادي الاهلي الفوز امبارح لاوكلاند سيتي بنتيجه 3-0. نبارك للنادي الاهلي الفوز، وكمان نبارك للنادي الاهلي كمان الاداء الرائع اللي كان عليه الفريق امبارح. كل شيء كان حلو، وكان الحقيقه مباراه جميله وكانت ليله جميله جدا. بنبارك لجمهور النادي الاهلي، بنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وبنبارك ايضا للاعبين، جهاز فني ولاعبين وجهاز اداري وطبي وكل شيء. امبارح الحقيقه كانت مباراه مهمه، ولكن خلاص احنا طوينا صفحه هذه المباراه وبنستعد ان شاء الله لسياتل او فريق الامريكي اللي هنلعبه يوم السبت ان شاء الله. ما فيش وقت للراحه النهارده. الفريق بنطمنكم على البعثه بقياده الكابتن محمود الخطيب، البعثه يعني جيده واتمرنوا النهارده، ما فيش راحه لان انت عندك يومين فقط، خميس وجمعه قبل مباراه دور الثمانيه مع الفريق الامريكي. نتمنى ان شاء الله الفوز عشان نصعد لقبل النهائي، ودايما النادي الاهلي بيكون في المواقع الكبرى. النادي الاهلي دايما معشوق مش بس جماهيره داخل مصر، ولكن اصبح جماهير النادي الاهلي طاغيه في كل مكان في الوطن العربي من المحيط الى الخليج، وشفنا امبارح ده في ارض الملعب، وشفنا كمان من التعليق على المباراه في كل مكان. النادي الاهلي اصبح له شعبيه جارفه، شاء من شاء شاء وابى من ابى. النادي الاهلي هنا اكبر نادي في المنطقه، ونقول الكلام ده واحنا يعني 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 مطمنين وشايفين ده، يعني زي ما بيقولوا راي العين، انه النادي الاهلي امبارح ملعب النهارده بنلعب في دوله عربيه شقيقه المغرب، والملعب كله بيشجع النادي الاهلي. في الوقت النادي الاهلي منافس كبير للانديه المغربيه، ولكن النادي الاهلي يعني الحقيقه يعني كتب خلاص يعني اسمه من ذهب في كل مكان، ونسر الاهلي بيحلق في العالم كله رافع علم مصر وخير ممثل لمصر. والحقيقه ارجع لضيوفي كمان كابتن، يعني مبروك امبارح، اكيد كواحد محب ومشجع النادي الاهلي كنت سعيد بالاداء امبارح. اكيد طبعا، اكيد طبعا، واداء مشرف للنادي الاهلي، وده اللي احنا متعودين عليه. النادي الاهلي يخش اي بطوله بيبقى نظرته على المركز الاول، اداء ممتاز، لعيبه كانت رجاله في الملعب، تنظيم كان كمان رائع. نعم كابتن كريم، يعني اشكرك كابتن هشام. كابتن كريم، يعني مباراه امبارح برضو اكيد تابعتها كمشجع للنادي الاهلي في الاول والاخر، يعني امبارح كانت المنظر حلو، الاداء كويس، الروح كويسه، الشكل حلو، يعني شايف المباراه امبارح ازاي يا كابتن؟ بص طبعا يا كابتن هيثم، احنا بنتشرف بانتمائنا للنادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي امبارح اول مباراه في كاس العالم للانديه مع اوكلاند سيتي، يعني امبارح كان انتصار بنتيجه 3-0 وباداء مشرف جدا من اللعيبه. اللعيبه كانت رجاله قوي امبارح. يمكن البطوله السنه دي اللعيبه كلها عندها دفع كبير قوي انها توصل لبعيد قوي في البطوله. يعني احنا عندنا الماتش الجاي الربع النهائي ان شاء الله نكسبه ونوصل لسيمي فاينال نلعب بريال مدريد، فاملنا كبير قوي السنه دي ان احنا ان شاء الله نوصل لابعد مكان في البطوله. يعني يمكن احنا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها محققين البرونزيه، عندنا امل كبير قوي ان السنه دي نوصل للفاينال. وطبعا النادي الاهلي دايما بيشرفنا في المحافل الدوليه، واحنا مش ما بقيناش خلاص غريبه ان احنا نلعب في كاس العالم للانديه، خلاص بقى النادي الاهلي دايما موجود في كاس العالم للانديه، وان شاء الله السنه دي نوصل لابعد مكان في البطوله باذن الله. يمكن يعني اخد من كلام حضرتك كابتن كريم يعني كلمه حلوه، انت شايف في عينين اللعيبه طموح مختلف غير كل مره، ولكن يبقى التوفيق. يعني انت اللعيبه امبارح في طموح، في انكار للذات، في
يعني رغبه او شغف للمكسب بشكل كبير. يعني انت بتحط الجون الاول، عايز تحط الثاني، عايز تحط الثالث والرابع، اللعيبه رايحه عايزه تزود من الاهداف، فمعنى كده ان في شغف. ولكن يبقى التوفيق للعيبه طبعا، يعني اكيد عشان توصل فاينل لازم هتضرب فرقه كبيره، سواء بطل اوروبا، بطل امريكا الجنوبيه، بطل اي، يعني هتلاقي فرقه كبيره لازم هتخبطها عشان توصل فاينل. ولكن اكيد بالطموح وبالشغف اللي حضرتك بتقوله، يعني اكيد ممكن النادي الاهلي يحقق حلم جماهيره ان احنا نوصل للمباراه النهائيه. ونعود النهارده ان شاء الله لمباراتنا، مباراه القمه في الكره الطائره، الاهلي والزمالك. شايف المباراة ازاي يا كابتن؟ يعني حضرتك شايف الفرقتين داخلين المباراة ازاي؟ وضعنا ايه؟ يمكن النادي الاهلي فاز في الذهاب والعودة في الدور التمهيدي الاول، احنا في الدور التمهيدي الثاني. شايف المباراة النهاردة ازاي؟ شايف اهميتها للفرقين ازاي يا كابتن؟ طبعا هي مباراة الاهلي والزمالك دي بطولة لوحدها، يعني ديربي الاهلي والزمالك دايما على مر العصور يعني كانت بتبقى دايما مباراة غير بره التوقعات خالص. يعني مباراة النهاردة اهميتها لاسباب عديدة، يمكن احنا في الدور الاولاني قدرنا استطعنا ان احنا نفوز على نادي الزمالك في ملعبهم 3-0. في ماتش العوده كان عندنا في صاله النادي الاهلي كسبنا 3-1. فيمكن النهارده المباراه بالنسبه للفريقين دافع كبير جدا. النادي الزمالك عايز يعوض، النادي الاهلي طبعا عايز يفضل مسيطر وهيمنته على الكره الطايره المصريه، ان هو يقدر ان هو فارد سيطرته، ان هو يقول ان احنا كسبنا الماتش الاولاني والثاني ونقدر نكسب المباراه النهارده. فدي كلها دوافع كبيره جدا النهارده ان احنا نقدر نكسب. وكمان عين الفرقتين على مباراه السوبر، يعني انت بعد ما تخلص النهارده اسبوع بالظبط وهتخش بطوله كاس السوبر، صحيح، اللي الاربعه الكبار اللي هتحدد عليها بطوله السوبر. فطبعا النهارده دوافعها كبيره جدا للمباراه اللي الاسبوع الجاي كمان. يعني يا كابتن شايف الدوافع النهارده نفسيه وفرض السيطره الفنيه من كلا الفريقين. ونشوف كابتن نشأت، يعني كابتن نشأت راي حضرتك النهارده ايه؟ المباراه يمكن مش على بطوله النهارده، ولكن كابتن كريم يعني تفضل مشكورا، قال المباراه مهمه جدا عشان عندنا بعد اسبوع كمان ملاقات السوبر. شايف مباراه النهارده ازاي؟ اقول لحضرتك مباراه النهارده خارج التوقعات، باختلاف ان عندنا في كابتن عبد الله مصاب، بس ده اللي موجوده اكيد، جميل. لكن توقعات بطوله لوحدها سواء للنادي الاهلي او للنادي الزمالك، نعم. فربنا يكرم النهارده ان شاء الله ونحقق النصر. واحنا بنعرض الزمالك كريم يا كابتن، يعني بنعرض اخر مباراه او اخر لقاء بين الاهلي والزمالك اللي كانت عندنا في النادي الاهلي وفوزنا 3-1. طب كابتن نشأت، يمكن يعني فرقتنا الحمد لله رب العالمين سكواد كامل، يعني هنستعرض كل ده ومن خلال طبعا مراسلنا في ارض ملعب مريم سميح وفاروق صلاح هنروح لهم اكيد. ولكن فرقتنا كابتن محمد مصطفى حميدو كان في يعني روتيشن بيعمله بشكل مستمر على اللعيبه عشان دايما يروح المباريات المهمه وفرقته كلها واقفه على رجله وكله يبقى جاهز. النهارده الوضع كده ولا عندنا جديد غير اصابه عبد الله عبد السلام؟ لا لا لا، متهيألي هينزل بالتشكيل الاساسي عادي خالص، لان ماتش اهلي وزمالك ده بيبقى بطوله لوحدها. بقى الكابتن كريم احنا متعودين في النادي الاهلي ان ده الديربي دوت ده بطوله لوحدها خالص، نعم. فهو اللي اتوقعه ان كابتن ميدو ينزل بالتشكيل الاساسي خالص عادي خالص، وربنا يكرم في المباراه. شايف ان هو يعني اكيد يعني ما فيش اي تغيير، يعني كابتن نشأت قصده ما فيش اي تغيير لان هي مباراه مهمه. وبننتهز الفرصه نقول لعبد الله عبد السلام اسطورتنا في الكره الطائره الف مليون سلامه، ان شاء الله يرجع زي الاول. كان عنده سبرين انكل حصل امبارح وخرج من مباراته امس مع بتروجيت، ويعني ما كملش اللقاء، والنهارده يعني 100% مش هيكون موجود، ولكن ان شاء الله الاهلي بمن حضر. الاهلي بمن حضر. الف سلامه عليك يا كابتن عبد الله وان شاء الله ترجع بالسلامه. كابتن كريم، يمكن مهم جدا نستعرض مع الساده المشاهدين ترتيب الجدول قدام حضرتك. 8 فرق اللي بيلعبوا دلوقتي، بيلعبوا دور واحد فقط، يعني بيلعبوا بعض من دور واحد قبل جولة النهاردة. الترتيب قدام حضرتك، يعني جولة النهاردة ما دخلهاش معانا في الحسابات، ولكن هي مش هتأثر قوي أكيد. ولكن أستاذ حضرتك كابتن كريم استعرض مع السادة المشاهدين ترتيب جدول الدوري حتى الآن، اتفضل. طبعا كل فرقة لعبت ست مباريات. النادي الأهلي طبعا في صدارة الترتيب ب 17 نقطة، يليه نادي الزمالك ب 17 نقطة، بس طبعا فرق الأصوات للنادي الأهلي أحسن طبعا. يليه نادي سموحة المركز الثالث، نادي الجيش يجي في المركز الرابع، بتروجيت في المركز الخامس، نادي الاتحاد في المركز السادس، الطيران في المركز السابع، وسبورتنج في المركز الثامن الاخير. كابتن، يمكن استاذن حضراتكم بس بنا الجدول شويه، يمكن الاهلي والزمالك تساوى في النقاط، كل فريق 17 نقطه من 6 فوز،
ولكن هنا بيجي ان النادي الاهلي خسر يعني اشواط اقل، خسر شوط واحد النادي الاهلي صح؟ الاهلي لا خسرانين من خسر الاهلي خسر 3 اشواط، الزمالك خسران 5 بالظبط يعني. طيب يعني هو ده اللي انت خسران عدد اشواط اقل، هو ده اللي اداك الافضليه؟ الافضليه طبعا لا، وكمان النادي الاهلي كسبان النقاط كمان، النقاط النقاط كمان بيتهيألي له 5، الاهلي ليه 506 نقطه عليه 394 نقطه. لا بيتهيألي يا كابتن النقاط يعني النسبة مش باينة قوي، بس خلاص طالما الأشواط ما بتروحش للنقاط. لا طالما في فرق في الأشواط ما بتروحش للنقاط. لا مالناش دعوة بالنقاط. يعني خالص. النقاط في آخر جدول يا جماعة أهو، آخر يعني 2 كولوم من الجدول، والأشواط في العمود اللي قبليه، فالأهلي عليه 3 أشواط و5 أشواط، ما بنروحش خلاص للنقاط. ويجي سموحة والجيش. طب كابتن كريم، يمكن من الجدول واضح جدا تساوي، يعني الاهلي والزمالك متساويين، عندك سموحه والجيش ايضا متساويين فرق نقطه واحده، عندك بتروجيت والاتحاد متساويين وقريبين من بعض، عندك الطيران وسبورتنج يعني النهارده سبورتنج فاز مباراه هتفرق معاه كمان في الترتيب، ولكن لانه فاز الطيران سبورتنج فاز على الطيران النهارده فهيقرب من الطيران، فاذا الطيران وسبورتنج قريبين، بتروجيت والاتحاد قريبين، سموحه والجيش قريبين، الدوري السنه دي قوي. يعني يمكن الدوري السنه دي في تنافسيه شديده جدا ما بين الانديه، يعني انت لو حضرتك شفت النقط كلها متقاربه جدا، الماتشات كلها يعني سجال ما بين الانديه، ما تبقاش عارف الماتش مين اللي هيكسب الماتش، يعني مباراه ممكن تطلعك مركز ثاني او ثالث، وممكن مباراه ترجعك في مركز سابع او ثامن. يمكن الحمد لله الفريق الوحيد اللي فارق او النادي الاهلي، بقيه الانديه كلها متقاربه جدا في عدد النقاط والاشواط، يعني يمكن الفرقه اللي بتكسب ماتش الماتش اللي بعديه بتخسره، فالنقاط متقاربه جدا. فلو بصينا لجدول الترتيب هتلاقي ان كل الانديه كلها قريبه من بعض جدا في المستوى، بس انا شايف ان النادي الاهلي هو اللي فارق، يعني النادي الاهلي فارق عن بقيه الفرق كلها، وان شاء الله هتكمل على خير باذن الله، وهنتوج بالدوري ان شاء الله السنه دي. كابتن رشاد، شايف التنافسيه دي يعني امبارح احنا كنا بنلعب بتروجيتس وانتهى اللقاء 3-2، كان 3 الجيش انا اسف الجيش، وانتهى الماتش 3-2 بعد طبعا يعني مباراه، يعني نكسب شوط ونخسر الثاني، نكسب الثالث ونخسر الرابع، وبعد كده نروح لشوط خامس ونفوز بيه. التنافسيه دي شايفها سببها ايه؟ هل انتقالات اللاعبين؟ هل الكره الطائره بقى بتاخد اهتمام من انديه كثيره وعايزه تدعمها بشكل كويس؟ شايف التنافسيه دي ليه يا كابتن؟ التنافسيه بقى في لعيبه بتناقل اللاعبين من هنا لهنا، كل مدرب دلوقتي بقى بيشوف احتياجاته ايه ويقدر يوفرها. التدريبات بقت عاليه دلوقتي في الانديه، مدربين بقت كويسه جدا بمسكين الفرق، بقى في منافسات في الادوار وفي الفرق، وكل واحد بيجي قدام الاهلي او الزمالك عايز يكسب. نعم. عشان كل لعيب يبين نفسه، يقول لك الاهلي ممكن يجيبني الزمالك، فبقت العمليه ما بقتش زي الاول. كانت الاول تقتصر مثلا على الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك كانوا دخل معاهم بعد كده الجيش، ودلوقتي في دلوقتي بقى في بتروجيت، بقى في سموحه، بقى في الطيران، بقى في منافسات في الملعب، والدوري بقى اجمد من كل سنه. نعم. طب كابتن، يعني ده بيحط برضو عاتق على الاتحاد اللعبه، انه يعني غير من نظام المسابقه. خلينا نكون بس منطقيين، ان الاتحاد من ساعه ما جه غير نظام المسابقه، وده في حد ذاته حاجه كويسه، يعني ان احنا كنا ماشيين على نظام ثابت طول عمرنا، حرك الميه الراكده، يعني زي ما بيقولوا، يعني قد يصيب وقد يخطئ، يعني احنا عندنا بس شويه يعني كومنتات على او شويه ملاحظات على نظام الدوري السنه دي، ولكن هو في الاول والاخر الاتحاد اللعبه سعى لتغيير النظام القديم اللي هو كان بتقعد الماتشات كلها مفيش اي جديد، وتيجي على تيجي في النهايه اهلي زمالك مباراه واحده، مباراة واحدة واللي يكسبها ياخد الدوري. شايف نظام الدوري الجديد بما ليها وعليه، وهنتكلم بامانه اللي ليه ايه واللي عليه ايه، شايف النظام ده يا كابتن كريم يعني هيفرز لاعبين جداد للمنتخب ولا؟ بص انا اقول لحضرتك على كابتن هيثم، يعني الاتحاد طبعا في اجابات كثيره هو ماشي عليها، يعني من السنه اللي فاتت، من ساعه لما عملوا البلاي اوفز وبقى في تنافسيه كبيره جدا ما بين الانديه، يعني قدرنا نشوف السنه اللي فاتت ما فيش مباراه واحده ما بين الاهلي والزمالك، لا كذا مباراه بين الاهلي والزمالك، فحصل تنافسيه كبيره جدا. الاتحاد قدر السنه اللي فاتت كمان ان هو يقدر يسوق للمباريات، يعني مباراه كره الطايره ما كانتش بتتشاف. صحيح. دلوقتي الاتحاد بقى بيسمح للسوشيال ميديا وللقنوات ان هي تاخد الماتشات، فماتشات الفولي بول بدات تتشاف، بدات تتظهر، اللعيبه بدات تتشاف، اللعيب لما بيشوف ان هو بيطلع في التلفزيون بيبقى عنده دافع كبير جدا ان هو يبان، غير ان العقود اللعيبه دلوقتي بقت عاليه جدا، فاللعيبه كلها بقى عندها طموح ان هي تحسن من نفسها وبتماركت لنفسها ان هي تسوق لنفسها احسن عشان تروح لانديه احسن، فده كله خلق تنافسيه ما بين الانديه جدا، وده قدرنا ان احنا نشوفه ان بقى في قوي لكره الطايره عندنا في مصر. وخليني اقول برضه يا كابتن انه يعني
كان دوري المرتبط دي حاجه جديده. تمام. اول مره بروتوتايب النادي تتعمل، وكان كابتن نشأت مدير فني الفريق المرتبط وفاز بمباراته ايضا يعني، وساعد الفريق الكبير انه يحصل على بطوله المرتبط دي اول سنه، فده كان نظام جديد الاتحاد ما كانش مطبقه قبل كده. النهارده بنلعب بلاي اوف في ثلاث ماتشات بيست اوف 3، ما بتكسبش فرقه من مباراه، بتكسبها من ثلاثه. ولكن يعني يبقى النهارده نظام البطوله دي هيبقى فيه 8 فرق. انا بس عايز اوضح للساده المشاهدين الجدول ده 8 فرق، هيبقى فيه اول ثاني ثالث لغايه الثامن. هي دي بقى الحته يمكن اللي انا شايفها من وجهه نظري ان هي محتاجه نظر من لجنه المسابقات. هو هياخد الاربع فرق اللي فوق اللي هم غالبا هيكونوا اهلي زمالك سموحه الجيش، هيحطهم فوق، وهياخد الاربعه اللي تحت الخامس والسادس والسابع والثامن في ناحيه، ويعمل قرعه. وده في حد ذاته انا شايف ان هو حاجه سلبيه مش صح. ليه؟ انا خدت اول، فلازم انا طالما اجتهدت واشتغلت الفتره اللي فاتت كلها ان انا اخد اول، يبقى انا لازم في الادوار اللي بقى البلاي اوف ابتدي بالثامن، لان دايما في اي حته في العالم الاول بيلعب الرابع والثاني بيلعب السابع زي الباسكت. ولكن لجنه المسابقات قالت لك هعمل قرعه، فممكن النادي الاهلي مثلا هو الاول يصطدم بالخامس اللي هو بتروجيت. طب هو كان بيعمل ايه الفتره اللي فاتت دي كلها لما كان هو بيجتهد عشان يفضل على قمه الجدول؟ طب ما انا اطلع رابع، ما مش فارقه. فهنا لازم يبقى في نظره ان انت اجتهدت، فعلى الاقل طالما مش هتتاهل بنقاطك يبقى على الاقل يبقى مباراتك في دور الثمانيه مباراه سهله. لو انت خدت اول، لو خدت رابع مباراتك هتبقى اصعب لان الرابع هيلاعب الخامس. هي دي الحاجه السلبيه يا كابتن الوحيده اللي انا شايفها في النظام. الحاجه الثانيه مباراه الكؤوس ما بتتلعبش بلاي اوف، يعني في اي حته في العالم مباراه الكؤوس بتعمل مباراه واحده اسمها كاس واحد كده. تمام. السنه اللي فاتت اتحاد اللعبه عمل كاس مصر بلاي اوف، فدي يمكن حاجه برضو ايه محتاجه نظره من لجنه المسابقات. ولكن على اوفرول لا، في تحريك للمره الراكده وده اكيد احسن للمسابقات. كابتن نشأت اجل حضرتك، يمكن محتاجين يعني نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني للنادي الاهلي، لانه طبعا احنا لحظات او ساعه مثلا من الان ولحظات وهنروح للمراسلنا، ولكن محتاجين نستعرض مع حضراتكم قبل ما نروح لارض الملعب مع مراسلنا، نستعرض قائمه النادي الاهلي الجهاز الفني النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. هو الجهاز الفني كابتن محمد مصالح المدير الفني، كابتن تامر تايجر مدرب عام، كابتن محمود جمعه مدرب، كابتن خالد ابو زينه مدير اداري، الدكتور اياد فخر الدين ده طبيب الفريق، الدكتور سامح ظلام ده علاج طبيعي، الدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، احمد سعيد محلل تقني، حسام مدلك، احمد رشاد ده مهمات. يمكن اتوقف هنا دايما واحنا بنحلل. طبعا الجهاز الفني امام حضراتكم كابتن محمد مصالح حميد المدير الفني، كابتن تامر مجدي تايجر المدرب العام، كابتن محمود جمعه مدرب، كابتن خالد ابو زينه المدير الاداري، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب الفريق، الدكتور سامح ظلام العلاج الطبيعي، وليهم دور كبير جدا ان شاء الله في تجهيز عبد الله عبد السلام على الاقل يلحق مباراه او كاس السوبر اللي جاي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. الدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال، احمد سعيد محلل تقني، حسام مدلك، وايضا احمد رشاد مهمات. ولكن انا عايز اقف هنا كابتن عن المحلل التقني كابتن احمد سعيد. يمكن هو طبعا هو المسؤول عن الداتا فولي وعن كل التحليل الفرق الاخرى، واللي بيمد كابتن محمد مصالح فينا بيمد الجهاز الفني بالمعلومات وبيمده بالارقام والاحصائيات. شايف النهارده الكره الطايره ما بقتش يعني خبره بس، بقت لازم يعني فيها جزء تقني. النهارده كابتن احمد سعيد عليه دور كبير. يعني انا كابتن نشأت استعرض الجهاز الفني للنادي الاهلي، انا لازم نقف عند كابتن احمد سعيد. احمد سعيد المحلل التقني للفريق ده جندي مجهول، وده من اهم العناصر اللي موجودين دلوقتي. ده اكتر حد بيبقى حافظ كل صغيره وكبيره في الفرقه والفرق الاخرى. يمكن ده اكتر حد كابتن محمد مصالح بيقعد معاه، بيفرغوا الفيديوهات، بيقطع الفيديوهات، كل لعيب الفيديو بتاعه بيتعمل ازاي، زوايا الضرب، التكنيك، كل حاجه ليها علاقه بالفولي. يعني الفولي دلوقتي بقى علم، مفيش حاجه اسمها ان انا هنزل العب الفرقه دي انا مش عارف عنها زوايا الضرب بتاعتها، بتلعب ازاي، الاوفنسيف بتاعها، الديفنس بتاعها عامل ازاي. لازم يكون كل حاجه مدروسه. يعني اللعيبه بتبقى نازله المباراه هي حافظه، يعني هم لعبوا المباراه قبل ما تتلعب. نعم. في الفيديو قبل الماتش، يعني المحاضره اللي بتبقى قبل الماتش بيبقى كل حاجه كابتن محمد مصالح قاعد مع كابتن احمد سعيد مجهز الفيديوهات بتاعت كل لعيب، زاويه الضرب بتاعت نادي الزمالك مثلا، ده بيضرب زاويه بس، ده بيضرب خط بس، ده البلوك بتاعه عامل ازاي. فده بيسهل جدا 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 على اللعيبه في المباراه ان هم يكونوا نازلين المباراه مستعدين جدا. فكابتن احمد سعيد له دور كبير قوي مع الفرقه السنه دي. يمكن يعني كابتن محمد مصالح لما بيجي يختار الجهاز الفني اهم حاجه عنده المحلل التقني، المحلل التقني ده بيسهل عليه حاجات كثيره جدا. طبعا اكيد، ويمكن ده الكلام دايما في استوديوهاتنا التحليليه بنحب نركز على المحلل التقني، لان الرياضه الان اصبحت ارقام
وليست خبره، لكن خبره مهمه، ولكن ارقام مهمه حتى في كره القدم، في السله، في اليد، كلها ارقام وتحليل جيد للداتا اللي عندك سواء في فرقتك او في الفريق المنافس، حتى يساعد المدير الفني في اتخاذ القرار. كابتن نشأت اجي لحضرتك ايضا في استعراض طبعا قائمه رجال النادي الاهلي اللي هيدخلوا النهارده، وهنجيب لحضراتكم الليسته الفاينل، ولكن ده يعني القائمه بالكامل للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن نشأت. هو قائمه النادي الاهلي النهارده انس شوقي ده معد، عبد الحليم عبو ضارب مركز 3، احمد صلاح طبعا الاسطوره ضارب مركز 2، عبد الرحمن سعودي ضارب مركز 3، الايطالي لويجي ده مركز 4. طبعا عليه الانظار الماتش النهارده كبير قوي، مهم جدا يكون في مستواه النهارده ان شاء الله، اكيد ربنا يكرمه. محمد رمضان ده ليبرو، عبد الرحمن الحسيني ضارب مركز 4، محمد عصران مركز 4، محمد عادل سلامه مركز 3، الكوبي الويندر ده ليبرو، وفي حسام يوسف المعد، احمد قطب مركز 2، عبد الرحمن الحسيني مركز 3، احمد سعيد شفيق ده مركز 4، محمد عبد المحسن مركز 3. تمام كابتن كريم، اجل حضرتك يمكن كابتن نشأت مشكورا استعرض قائمه النادي الاهلي، ولكن النهارده غاب عدم وجود كابتن طبعا عبد الله عبد السلام النهارده، اختيارات او بدائل، ما بحبش اقول بدائل، ولكن اللي هيبقى عليهم عبء المباراه النهارده، لان الفرقه ما فيهاش بدائل الحقيقه، الفرقه كلها نجوم، ولكن اللي هيتحمل عبء النهارده المباراه شايفها مين من التشكيل الموجود النهارده ليه؟ يمكن النهارده دخل مكان عبد الله عبد السلام انس شوقي، ده لاعب مش هنقول ناشئ من صغار السن انس شوقي، فطبعا هيبقى ليه دور كبير في المباراه، يعني هو لسه بيلعب 20 انس شوقي، اول سنه درجه اولى، فانا وده اختيار كابتن محمد مصطفى حميدو، طالما اختاره ما طلعش اعاره يبقى هو شايف فيه أكيد ان هو يعني خامه جيده. طب انس يتميز بالطول القامه برضه، يعني يمكن النهارده هيبقى اكتشافه مع الفريق، يمكن انس من اللعيبه الموهوبه بس مش من طول القامه. انا شايف ان النهارده المباراه هيكون العبء الكبير جدا على حسام يوسف النهارده هو اللي هيبقى محور المباراه النهارده. بس هو خد افضل لاعب في افريقيا في سنه، انا افضل معد، انا اسف افضل معد في افريقيا، هو لعيب موهوب جدا، اتلعبت هنا هو لعيب موهوب، لعيب موهوب جدا، بس هو بس الشبكه بس هتبقى هي دي النقطة. فانا شايف ان النهارده المباراه حسام يوسف هيبقى العيب الاكبر على حسام، ان الاول كان عبد الله وحسام كانوا بيبقى في روتيشن ما بينهم هما الاثنين، يعني كابتن محمد مصلحي الفتره اللي فاتت كان بيعتمد على الاثنين، ما بيعتمدش ولا على عبد الله بس ولا على حسام بس، فيمكن النهارده صعوبه المباراه ان حسام بس هو اللي هيبقى شايل المباراه لوحده. فاكيد طبعا هيبقى دافع كبير جدا لحسام ان هو النهارده المباراه تبقى شايله. عوده احمد قطب، يعني احمد قطب من الركائز الاساسيه للفرقه، بس اصاباته كتيره جدا، صحيح. فالنهارده المباراه بالنسبه لكابتن محمد مصلح ان هو لازم يكون مجهز الفرقه كلها. احنا زي ما بنقول ان احنا الاسبوع الجاي عندنا دوري السوبر ده هيبقى اربع ماتشات، يعني هيبقى مضغوط جدا، اربع ماتشات دوري وبعد كده سيمي فاينل وفاينل، وبعدين انت رايح البطوله العربيه، فلازم النهارده تكون اخر بروفا جامده للفرقه في ماتش الاهلي والزمالك، ان هو يكون مجهز السكواد كله، انه يكون كله جاهز ويطمن على الفرقه كلها. فانا شايف النهارده ان هيحصل روتيشن كبير قوي في المباراه، ان هو يكون مجهز الفرقه كلها ويشوف حالتهم الفنيه والبدنيه النهارده، ان هم يكونوا واصلين للتوب فورم بتاعهم. نعم، اعزائي المشاهدين، قبل ما نروح نستعرض مع حضراتكم الجهاز الفني ولاعبين نادي الزمالك، خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم بعد. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكر حضراتكم النهارده هننقل لحضراتكم مباراه الكره الطائره رجال الحقيقه، واللي هتقام يمكن بعد ساعه او 45 دقيقه من الان، وهي يعني كانت المفروض تقام الساعه 8 ولكن تاخرت نتيجه تاخر المباريات السابقه لمبارياتنا، والمباراه ان شاء الله يعني هتشوف النهارده يعني مشاركه كل اللاعبين. يمكن عندنا في النادي الاهلي غياب عبد الله عبد السلام فقط، ولكن الفريق كله كامل، نادي الزمالك ايضا كله كامل، فالمباراه هتبقى قويه. يمكن المباراه مش على بطوله، ولكن المباراه يعني الفوز فوز قمه وفوز معنوي، واستعداد لمباراه السوبر او دوري السوبر القادم او كاس السوبر القادم ان شاء الله. نتمنى باذن الله فوز النادي الاهلي. اجي لك يا كابتن نشأت، محتاجين النهارده نستعرض الجهاز الفني لطائره رجال نادي الزمالك. اتفضل يا كابتن نشأت. هو كابتن شريف الشمالي المدير الفني، كابتن احمد عاشور مدرب عام، وليد عبد العال مدرب مساعد، احمد شعلان مدير اداري، حسن عبد الرازق اداري، هاني سمير محلل تقني، الدكتور احمد سعودي طبيب الفريق، الدكتور عبد الرحمن علاج طبيعي، حاتم انديل اخصائي تدليك، سعيد ابو العيله مهمات برضه. كابتن يمكن كابتن كريم، اجل حضرتك، يعني كابتن نشأت مشكورا استعرض الجهاز الفني للنادي الزمالك، وطبعا المباراه اللي قبلينا مباراه سموحه، دلوقتي النتيجه 2-1 لسموحه، 2-1 لسموحه،
فهنروح لشوط رابع، لو تعادلوا هنروح لشوط خامس، فده سبب تاخير مباراتنا. كابتن كريم ليك تعليق على الجهاز الفني نادي الزمالك؟ اه طبعا، يعني اكبر تعليق كابتن شريف الشمرلي مدير فني نادي الزمالك، يمكن هو تولى الاداره الفنيه لنادي الزمالك السنه دي. يعني كابتن شريف الشمرلي مدير فني منتخب مصر السابق كان عنده مشكله اداريه ما بينه وبين الاتحاد، ادت ان هو ما طلعلوش كارنيه الاتحاد، فما كانش بيقدر يقف على الخط مع الفريق، كان دايما كل مباراه بيبقى من المدرجات. نعم. فيمكن النهارده هيبقى موجود في ارض الملعب، طبعا ده هيعمل ثقه للفريق كبيره جدا، ان دايما كان المباريات اللي فاتت كان كابتن احمد عاشور المدرب العام هو اللي كان بيبقى واقف على الخط، فالنهارده كابتن شريف الشمرلي مشكلته المشكله الاداريه اتحلت مع الاتحاد. بس هو مش النهارده، هو المباريات اللي فاتت كلها هو كان انا قصدي ان اول مباراه ما بين الاهلي والزمالك احنا لعبنا الماتشين اللي فاتوا ما كانش موجود، كان احمد عاشور هو اللي كان المدرب اللي كان واقف على الخط، فطبعا كابتن شريف الشمرلي النهارده هو اللي هيبقى متواجد على الخط بره، فده طبعا هيدي ثقه للاعيبه نادي الزمالك وهيديهم ثقه طبعا في المباراه النهارده. اكيد. كابتن نشأت اجل حضرتك نستعرض قائمه رجال نادي الزمالك، اتفضل كابتن نشأت. هو احمد فتحي معيد، اشرف اللقاني معيد، محمد المهدي ضريب مركز 3، شريف الشرقاوي ليبرو، محمد عفيفي مركز 3، رشاد شبل مركز 3، محمد رضا ده ليبرو، احمد يوسف عفيفي ضريب مركز 4، محمد عبد المنعم ضريب مركز 4، سيف حسن عابد مركز 2، محمد مجدي مركز 3، رضا هيكل مركز 2، مصطفى ابراهيم دبشه مركز 4، محمد مصطفى لعبه مركز 4. شكرا كابتن نشأت. كابتن كريم اجل حضرتك، يعني يمكن اكيد ليك تعليق على قائمه نادي الزمالك النهارده، مش شايفين غيابات، يعني تعليقك ايه؟ طبعا يمكن قائمه نادي الزمالك القائمه كامله، من احمد فتحي صانع الالعاب لرضا هيكل لمحمد رضا الليبرو لمحمد عبد المنعم كابتن الفرقه، فيمكن القوه الضاربه لنادي الزمالك متواجده النهارده. بس احنا شايفين المحترف التركي حتى الان ما شاركش، لسه اجراءات التسجيل بتاعه والبطاقه الدوليه بتاعته لسه ما وصلتش، ان هم لسه متواجدين معاه من يومين ثلاثه، مع اننا كنا نتمنى ان هو يبقى موجود. يعني دايما احنا بنشوف ان النادي الاهلي الرد في الملعب في كل حاجه، فطبعا كل ما نادي الزمالك هيبقى فريق جامد او سكواد بتاعه جامد ده بيصب في مصلحتنا، احنا في الاول وفي الاخر عايزين نشوف كره طايره جامده او مباراه قويه. فنادي الزمالك النهارده الفرقه بتاعته كامله، يمكن رضا كان عنده اصابه في اخر مباراه ليه، فالنهارده ما شاركش في اخر مباراه اللي كانت في صاله الامير عبد الله الفيصل، ما شاركش فعلا، كان عنده اصابه. احمد فتحي برده كان عنده اصابه، احمد فتحي كان مصاب، احمد فتحي فطبعا دي بالنسبه لنا احنا عايزين نشوف مباراه جامده، يعني الرد دايما بيبقى في الملعب، فان شاء الله باذن الله هنشوف مباراه جامده النهارده. طب كابتن كريم، يمكن يعني خلينا نروح لكابتن نشأت. كابتن نشأت، هو النادي الزمالك تعاقد مع محترف واحد، ايه السبب؟ ايه السبب ان هو في محترف واحد موجود تركي في الوقت اللي كان يوسفاني موجود اول السنه وسافر، فهل يقدروا يغيروا يوسفاني ولا لا؟ فرنانديز هو مش هيقدروا يغيروا، بس هم جايبين ضريب مركز 4 جامد شويه، عشان بيبقى فيه هنا في مركز 4 يعني عندك احمد يوسف عنده بيبقى عنده اصابه في رجله ما بيقدروش يحملوا عليه، منعم طبعا اصابه في رجله مركز 4 برده ما بيقدروش يحملوا عليه، فهم محتاجين ضريب في مركز 4. نعم. فبناء على كده اتعاقدوا على المحترف دوت. نعم. وخليني برده يا كابتن كريم، يمكن استكمال لكلام كابتن نشأت، هو كان نادي الزمالك ابتدى الموسم باثنين محترفين، الاسباني ويوسفاني. الاسباني الكوبي. الاسباني لعب. لعب. وبعد كده ترك النادي وراح لنادي اخر في اوروبا على اوروبا، كان بيلعب في الصين وبعد كده راح ايطاليا. اذا المحترف التركي ده جاي مكان مين؟ جاي مكان الاسباني ولا يوسفاني؟ اللوائح بتاعت الاتحاد هما الاثنين لعيبه كانوا موجودين، كان اللعيب الاسباني فعلا شارك بالفعل، يوسفاني كان مع الفرقه من السنه اللي فاتت، بس جاله فتره اعاره اربع شهور في الدوري الصيني. الدوري الصيني. نعم. ومن بعد كده جاله عقد في ايطاليا، فطبعا عقد في ايطاليا عمره ما يرفضه طبعا. اقوى دوري في العالم. طبعا الدوري الايطالي اي حد يتمنى انه يلعب فيه. فاللوائح بتنص ان انت ما ينفعش يبقى عندك اكتر من محترف، فانت ليك محترف واحد بس عشان الاستبدال. فهم تعاقدوا مع اللعيب تركي لعيب مركز 4 ان يقدر يسد الفراغ اللي عندهم، فطبعا اللوائح بتنص ان هم مش هيبقى ليك غير لعيب واحد بس. اذا هم فقدوا جهود اللاعب الاسباني، ونادي الزمالك هيكمل الموسم بلاعب محترف واحد نتيجه لوائح اتحاد كره الطائره اللي ما يعني اللي بيشارك ما بتنفعش تغيره. ولو كان يوسفاني شارك في مع الزمالك كان برضو كان ممكن ما يقدرش ما يسجل بالظبط، وده السبب حبينا نوضحه للساده المشاهدين ليه النادي الزمالك بيشارك بمحترف واحد او مش هيلعب النهارده، هيلعب المباراه القادمه، وليه المباراه القادمه عقبال ما تيجي طبعا الكليرنس بتاعته او الاستغناء، في الوقت النادي الاهلي بيشارك معاه اثنين محترفين. طيب خلينا نستعرض مع حضراتكم المشوار
نادي الزمالك او نادي الاهلي كمان كان ليه مشوار قبل هذه المباراه محتاجين نستعرضه عشان نشوف النادي الاهلي مستواه كان ماشي ازاي طوال المباريات السابقه. كابتن نشأت استاذن حضرتك نستعرض مع الساده المشاهدين مشوار نادي الاهلي خلال الدور الثاني او الدور الترتيبي الثاني من الدوري. اتفضل كابتن نشأت. في الجوله الاولى الاهلي فاز على سبورتنج 3-0، في الجوله الثانيه فاز على الطيران 3-0، في الجوله الثالثه فاز على الاتحاد 3-0، في الجوله الرابعه فاز على سموحه 3-1، في الجوله الخامسه بتروجيت 3-0، الجوله السادسه اللي هو كان ماتش امبارح مع طلائع الجيش 3-2. دول كانوا الست مباريات، ما احنا هنلعب دور واحد بالظبط. اشكرك كابتن نشأت. كابتن كريم اكيد ليك تعليق عن الست مباريات، خاصه ان مباراه امبارح يمكن هي المباراه الوحيده مع نادي طلائع الجيش اللي تم يعني خساره شوطين، كنا ناخد الشوط الاول ونخسر الثاني نتعادل الثالث ونتعادل الرابع وروحنا لشوط خامس، وكان برضو احداثه امبارح شهدت اصابه عبد الله عبد السلام. شايف المشوار ازاي؟ هل ليك تعليق عليه كابتن كريم؟ يعني احنا يمكن بدانا في الجوله الاولى مباراه مع سبورتنج، الجوله الثانيه مع نادي الطيران، الجوله الثالثه مع نادي الاتحاد السكندري، الجوله الرابعه مع سموحه، الجوله الخامسه مع بتروجيت، الجوله السادسه اللي هي مباراه امبارح كانت مع نادي الجيش. لو احنا قدرنا نبص على على المباريات، المباريات كانت تصاعديه. اول مباراه 3-0، ثاني مباراه 3-0، الثالثه 3-0. يمكن من مباراه سموحه يعتبر التنافسيه بدات تظهر، مباراه سموحه من المباريات القويه، يعني نادي سموحه عنده فريق قوي جدا السنه دي، خد مننا شوطين قبل كده، خد مننا شوطين، والمباراه اللي فاتت برده كانت سجال كسبنا 3-1، مباراه بتروجيت كانت 3-0. يمكن بقى مباراه امبارح يعني بدايه التنافسيه فعلا كانت ظهرت امبارح في مباراه طلع الجيش. يمكن احنا خسرنا الشوط الاولاني اول مره تحصل، يعني اول مره. مين مدير فني طلائع الجيش؟ كابتن اسلام عوض. كابتن اسلام عوض ومحمد سيد محمد سيد. يمكن مباراه امبارح اول مباراه ان احنا نخسر الشوط الاولاني، وبعد كده رجعنا في الشوط الثاني والثالث وخسرنا الرابع وخدنا الجيم الخامس. فيمكن كابتن محمد مصالح امبارح عمل روتيشن الكبير قوي ما بين الفرق، يمكن الفرق كلها امبارح لعبت عشان الاجهاد، عشان الاجهاد طبعا الفرقه ما تجهدش، حتى لو كان الثمن اهتزاز المستوى، ولكن مهم ان انت ما تجهدش. اكيد كنت ممكن تكسب، اكيد انا بتوقع كده، يعني لانه انا شفت المباراه وكنت شايف مجرياتها، انا ممكن اكسب المباراه بس هحمل على مجموعه لاعبين معين او المتوفقين كانوا امبارح، في المقابل هاجي النهارده مش هلاقيهم او الاقيهم محملين لان ما فاتش 24 ساعه. فساعات بيبقى المدير الفني ليه رؤيه، رايك من رايي يا كابتن ولا ليك راي؟ اكيد طبعا. يمكن كابتن محمد مصالح هنا ان هو يوزع الحمل البدني على اللعيبه. يمكن انت عندك الدوري طويل جدا، عندك الاسبوع الجاي كاس السوبر، هيبقى مباراه دورات مجمعه كتيره جدا، بعدها البطوله العربيه، بعد كده نهايه الدوري والكاس، فلازم الفرقه كلها تبقى بدنيا واقفه على رجليها. فالروتيشن بالنسبه له مهم جدا 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 عشان عمليه الاجهاد. نعم. يعني انت امبارح لعبت ال 12 او ال 14 لعيب كلهم لعبوا امبارح عشان مباراه النهارده برده ما يبقاش في حاله من حالات الاجهاد النهارده في المباراه. يمكن كابتن نشأت اجل حضرتك كابتن كريم كلامه ان التحدي الاكبر ليك السنه دي في الكره الطائره ان انت دايما تحافظ على السكواد بتاعك، لانه انت في اي لحظه قد تعرض لاصابه، زي ما شفنا امبارح طبعا اصابه عبد الله عبد السلام، فوارد انت يغيب منك اي لعيب مهم اثناء المشوار، خاصه المشوار لسه طويل جدا. تمام. تتفق معايا كابتن نشأت؟ تتفق مع كابتن كريم في هذا الكلام؟ اكيد اكيد اكيد. احنا مثلا كمدربين في ماتشات تبقى سهله شويه، ما ممكن تلعب ناس، في ماتشات تقيله، وغير ان هو عنده الزمالك النهارده، فما كانش ينفع زي ما حضرتك قلت وكابتن كريم قال ان هو يحمل على ناس معينه، مش هيجي النهارده مش هلاقيهم. صحيح، لان 24 ساعه المباراه، 24 ساعه، اقل من 24 ساعه. حتى كابتن يعني لو حضرتك في فرقتك مثلا، طبعا كابتن محمد مصالح حميدو راجل صاحب تاريخ كبير، ولا يمكن ابدا ابدا بحق اي حال من الاحوال ان احنا نعدل عليه، ولكن احنا بنناقش نواحي فنيه. هل كابتن محمد مصالح حميدو او لو حضرتك في مواضع معين حتى لو ده ادى لاهتزاز المستوى شويه ان انت تحافظ على فرقتك حتى لو خسرت شوط او اتنين مفيش ازمه؟ لا طبعا مفيش مشكله، لان انا عندي ماتش القمه النهارده. صحيح. فانا هكسب بس اكسب اوزع الحمل على اللعيبه كلها عشان عندي ماتش قمه النهارده. نعم. محتاج واحد الاقيه، محتاج اتنين الاقيهم، ما بقاش خمسه سته ولا ثمانيه محمل عليهم واجي بعد كده هاجي تاني يوم مش هلاقيهم. صحيح. وكمان الفتره مفيش، يعني مش مثلا قدام يومين ثلاثه، لا ده 24 ساعه، اقل من 24 ساعه. يعني ده يمكن كابتن محمد مصالح حميدو يمكن اكيد زعلان جدا زي ما احنا زعلانين اصابه عبد الله عبد السلام، ولكن هو عامل حساب اليوم ده ومختار لعيبته بشكل جيد، والسكواد الحمد لله بفضل الله كويس. يمكن دي اول اصابه بعد قطب يتعرض ليها الفريق هذا الموسم. وزي ما استعرضنا كابتن نشأت استاذن حضرتك، زي ما استعرضنا مشوار النادي الاهلي، نستعرض مع حضراتكم الساده المشاهدين مشوار نادي الزمالك. نادي الزمالك لاعب نفس الفرق اللي لعبها النادي الاهلي في الدور التمهيدي الثاني. هنستعرض مع حضراتكم النتائج. اتفضل يا كابتن نشأت. الجوله الاولى الزمالك على الطيران 3-0، الزمالك على سبورتنج 3-1،
الزمالك على طلائع الجيش 3-1، الزمالك على بتروجيت 3-0، الزمالك على سموحة 3-2، الزمالك على الاتحاد السكندري 3-1. نعم، اشكرك كابتن هشام. كابتن كريم، يمكن اكيد لك تعليق على مشوار نادي الزمالك زي ما علقنا على مشوار النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. يمكن الفرق ما بين الاهلي والزمالك في مشوار الترتيب او مشوار المباريات ان النادي الاهلي خسر 3 اشواط، نادي الزمالك خسران 5 اشواط. يمكن اقوى مباراه مرت على نادي الزمالك في الدور الترتيبي كانت مباراه نادي سموحه. يمكن نادي سموحه كان كسبان 2-0. نعم، هي يعني دي المباراه الحقيقه اللي كل الناس قالت يمكن يعني نادي الزمالك عمل كامباك ورجع ب3. المباراه راحت وجت، بس كان الاقرب للمباراه كان نادي سموحه. نادي سموحه كان كسبان 2-0 وكان ليدنج حتى في الجيم الثالث، لكن بخبرات نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك قدروا ان هم يرجعوا في المباراه. يعني مباراه يعني بقى لنا كذا سنه مباراه الاهلي والزمالك وسموحه دايما سموحه اللي بيكسب. يعني نعم. يعني كعب نادي سموحه دايما عالي على نادي الزمالك فعلا. السنتين ثلاث سنين او الاربع سنين فاتوا يمكن في موسم من المواسم نادي سموحه كسب نادي الزمالك اربع مرات. الاربع صحيح. مرات اللي لعبوهم نادي سموحه كده. فكعب نادي سموحه دايما عالي على نادي الزمالك. مباراه امبارح برده الزمالك كسب الاتحاد 3-1 برغم ان الاتحاد ما خدش من الاهلي اي اشواط اي شوط طول الموسم او طول البطوله. مظبوط. فيمكن الفرق ما بين المشوار الاهلي والزمالك فرق الاشواط بس. فطبعا كل ده ولا اي حاجه النهارده. طبعا في مباراه النهارده ليها حسابات تانية خالص ما لهاش علاقه بالنتائج المباريات اللي فاتت. صحيح. طب كابتن نشأت، يعني شايف النهارده نقاط قوه النادي الاهلي ايه؟ يعني النادي الاهلي حضرتك لو اتكلمنا هنتكلم طبعا على كل فرقه نقاط القوه نقاط الضعف. هنبتدي بالنادي الاهلي، نقاط قوه النادي الاهلي ايه النهارده اللي شايفه حضرتك اهم ما يميز فرقتنا؟ طبعا العلامه احمد صلاح، احمد سعيد، السناتر، الثلاثات بتوعنا استقبال مظبوط، لازم هنخلص من نص الملعب. فالقوه الضاربه عندنا يعني الحمد لله واقفه على رجليها شويه. يعني حضرتك شايف ان الضريبه عندنا الحمد لله احسن سواء من الخط الخلفي او من على الشبكه. شايف كمان السنتر بلوكس بتوعنا بشكل جيدين، يعني شايف دي والاستقبال عندنا جيد. يعني شايف طبعا. الحمد لله ان كل مقومات الحمد لله عند النادي ان شاء الله ان شاء الله. وده يدي دفع للاعيبه بتاعتنا ان هي نازله مطمنه شويه، هيلعبوا احسن، هيلعبوا مش قلقانين. يعني احمد صلاح لو فايق النهارده طبعا اكيد يفرق معانا كتير. هيفرق معانا كتير ان شاء الله. هيفرق معانا كتير باذن الله. كابتن كريم، شايف نقاط قوه النادي الاهلي؟ نقاط النادي الاهلي متمثله في حاجتين جوه الملعب وبره الملعب. يمكن احنا بره الملعب احنا نفسيا اعلى من نادي الزمالك. يعني اللعيبه نفسها نفسيا عارفين ان النادي الاهلي كسكواد او كلعيبه اعلى من نادي الزمالك بكتير نفسيا. الخبرات في النادي الاهلي اعلى بكتير، تتمثل طبعا في احمد صلاح، في احمد سعيد، يمكن منتخب مصر كله من النادي الاهلي. اكتر حاجه بتميزنا عن نادي الزمالك الميدل بلوك. يعني احنا عندنا لعيبه ثلاثات منتخب مصر كلهم، اذا كان حليم او محمد عادل او عبد الرحمن سعودي او محسن الاربعه منتخب مصر. صحيح. يمكن القوه الضاربه لمنتخب مصر في مركز الميدل بلوك هو النادي الاهلي. فده بيميزنا جدا. ارسالاتنا القويه جدا، عندنا ارسال قوي جدا. فيمكن لو جينا نقارن ما بين الاهلي وما بين الزمالك، لا كفه النادي الاهلي طبعا ارجح جوه الملعب وبره الملعب كمان. طب كابتن، شايف احمد سعيد المباراه اللي فاتت ما شاء الله، يعني ما نقدرش نقول ما شاء الله عليه، ماشي بشكل جيد جدا في الوقت الحاسم كمان، بيكون في الميعاد سواء من الضرب الخلفي او من على الشبكه. يعني احمد سعيد النهارده لعيب محوري، لو هو ان شاء الله فورمته وكان الرفع ليه مظبوط، بيتهيأ لأحمد سعيد يعني بقى علامه او بقى كارت رابح للنادي الاهلي. احمد سعيد الموسم السنه دي موسم بالنسبه له تحدي كبير جدا ليه. يمكن السنه اللي فاتت الكلام كتير كان في مباراه البلاي اوف، كلام كتير كان على احمد سعيد. فاحمد سعيد السنه دي بيرد بقوه جدا في الملعب، يمكن عامل فورمه كويسه جدا وعامل سيزون هايل السنه دي. يعني لسه بتتكلم اهو كابتن، وبنعيد نقطه لاحمد سعيد في المباراه اللي كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل، وكانت فعلا ضرب خلفي. يعني حضرتك بتتكلم والصوره اكبر دليل. اكيد. يعني يمكن احمد سعيد السنه دي عامل فعلا فورمه كويسه جدا، ثبات في المستوى طول المباريات، يمكن بقى عنده ثقل في الملعب. يعني احمد سعيد احنا لما بنشوفه في الملعب عندنا ثقه في امكانياته العاليه جدا، عنده ثبات انفعالي جدا في الملعب، اذا كان من الارسالات القويه جدا، الارتقاء العالي على الشبكه، بلوك ديفنس. يمكن هو من العناصر الاساسيه واللي ليها ثقل كبيره جدا في الملعب، ودايما دايما دايما هو من العلامات القوة الضربة في النادي الاهلي تتمثل ما بين احمد سعيد واحمد صلاح طبعا. صحيح يا كابتن كريم. وكابتن ناشد، اجري حضرتك كابتن محمد بصال حميد وهو بيختار السكواد بتاعه هذا الموسم، يعني اختار الكوبي يوندر جارسيا اللاعب الليبرو، الحقيقه لغايه دلوقتي ما شاء الله مأدي اداء كويس، هو في الصوره معانا اللي بيرتدي التيشيرت الازرق في النادي الاهلي رقم 11 هو ده اللاعب الكوبي يوندر جارسيا. شايف النهارده يوندر على الناحيه الدفاعيه بتاعتنا يا كابتن؟
اكيد هو لعيب مميز جدا مركزي، فاقدر اتكلم عليه طبعا. هو كاليبره مميز جدا وجريء، يعني مش بسهوله الكره تقع فيه، فعمل فرق اكيد مع النادي الاهلي. برضو ما نقللش من محمد رمضان، طبعا محمد رمضان نجم كبير يعني، الاثنين بيشيلوا بعض طبعا. فاوندر يعني ليبرو كويس قوي. طب كابتن، انا بشوف دايما في ارسالات نادي الزمالك، حتى لاحظت ده في المباراتين اللي فاتوا، بيتجنبوا الارسال عند يوندر، يعني بيحبوا دايما ارسالهم يروح على مركز أربعة، بيروح على الضريب عشان يخرجوا من اللعبه. يمكن يوندر كده قلل يعني اختيارات الفرق المنافسه، انها تلعب سيرفا لازم هتلعبه مش ناحيه الليبرو، هتلعبه ناحيه أربعة عشان تخرجوا بره اللعب. بس ده برضو حط عليه مسؤوليه كبيره، ان الضريبه لازم يعلوا استقبالهم بشكل كبير. اكيد هو كل ما الليبرو بقى استقباله جامد بيبعدوا عنه، وغير كده بيلعبوا على الضريب الامامي مركز أربعة عشان على الاقل يوقفوه شويه. نعم، يبقى ناحيه الضرب العكسيه. نعم، يعني انا كمدرب لما الاقي فرد أربعة قدام على الشبكه العب عليه عشان توقفه، عشان تخرجه على الاقل يخرجه بره اللعب. يبقى عندك السريع وعندك الخلفي. نعم، لكن ويندر ساعات بيروح يلم كمان من اللاعب بتاع أربعة اللي على الشبكه. نعم، فهو كاليبرو ممتاز بصراحه. اختيار كابتن ميدو اكيد اكيد على الناحيه الهجوميه الدفاعيه. وهل كابتن كريم متفق معانا؟ هل شايف ان قلل خيارات اللاعب او الضارب السيرف في الفرق المنافسه انه يتجنب يوندر، لان هو استقباله عالي جدا فبدا يروح ناحيه اربعات؟ شايف ده صحيح في ارض الملعب يا كابتن؟ اكيد طبعا، يعني في كره الطائره الحديثه الارسالات بقت قويه جدا. صحيح، الارسال بقى قوي جدا، يعني لما بيجيبوا الرادار دلوقتي سرعه الارسال بيعدي 120 كيلو في الساعه. فطول ما انت عندك ليبرو في الملعب قوي، ده بيدي ثقه للفرقه جدا، بالذات اللاعب الاوبوزيت او لاعب الاربعات لما بيكون جنبي ليبرو قوي جدا، ده بيسهل عليا الضرب، ببقى خلاص شايل هم الاستقبال جنبي ليبرو قوي جدا. زي ما كابتن نشأت قال، ما نقدرش نقلل من محمد رمضان. محمد رمضان احسن ليبرو في افريقيا. صحيح، فطبعا لما يجي له ليبرو بقيمه لواندر الكوبي، هما الاثنين دلوقتي بقوا خلاص بقى في تنافسيه ما بينهم هما الاثنين، فبقوا شايلين الاستقبال. فحته الاستقبال عندنا في النادي الاهلي لا الحمد لله بخير جدا، وده مساعد احمد سعيد او لويجي لاعب الاربعات الثاني او عبد الرحمن الحسيني، مساعدهم جدا ان هم يقدروا يتفرغوا للضرب. بس جنبك ليبرو قوي جدا، ده طبعا بيسهل علينا كل حاجه في التركيبات الهجوميه كمان بعد كده. طب كابتن كريم، يمكن اللعب السريع لعبه، او اللعب السريع الرفع السريع للثلاثات السناتر بتوعنا لعبه بيحبها الجمهور. يعني زي ما بنقول في الباسكت دانك مثلا، زي ما بنقول في كرة اليد، الكرة بتروح على الوينج بتلاقي كرة طالعة، الملعب مكشوف قدامك، بتحط في الحتة الفاضية. يعني النهاردة عندنا مقومات اللعب السريع. يعني أنا حسام من المعدين اللي بيحبوا اللعب السريع، شايف النهاردة مقومات اللعب السريع متواجدة في الملعب عندنا؟ أكيد، يعني أنا ذكرت إن إحنا عندنا الميدل بلوك أو لعيبة السناتر عندنا لعيبة قوية جدا. فطبعا طول ما انت عندك استقبال كويس، حسام يوسف من اللعيبه اللي بتحب تلعب بمزاج زي عبد الله عبد السلام، ان هو بيعمل فينتات كتيره جدا، حاجه اللي هي بتمتع الجمهور وبتمتع اللعيب في الملعب. انت لما الكوره بترفع بسنجل بلوك او من غير بلوك بيبقى فيها مظهر جمالي كويس جدا. فدي يعني هو سلاح مقاوم ما بين الليبرو، ان هو يكون استقبال الكره الاولى مظبوطه، وصانع الالعاب حسام يوسف ولاعيبه الثلاثات. فطبعا النهارده طول ما انت استقبالك ماشي كويس جدا، ان الاستقبال بيوصل لعليه حسام يوسف بالظبط، حسام يوسف هيقدر يعمل تركيبات هجوميه كتيره جدا ويخلخل بلوكات ودفاعات نادي الزمالك. طبعا اذا مثلث اللعب السريع مكتمل في النادي الاهلي، سواء استقبال جيد على راسه طبعا الليبروهات بتوعنا جارسيا ومحمد رمضان، والرافع الجيد من حسام يوسف، والضريبه الثلاثات الاربع ثلاثات عندنا ما شاء الله احسن اربع ثلاثات في مصر ومنتخب مصر. الحقيقه محتاجين نتكلم بقى عن نادي الزمالك، ولكن خلينا نتكلم بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره لمباراه الاهلي والزمالك في قمه الكره الطائره الرجال، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن مباراتنا او المباراه اللي قبل مباراتنا على طول انتهت 3-1 لسموحه، اذا خلاص 25 دقيقه الفتره القانونيه المسموح بها بين المباراتين بدات بالفعل من حوالي دقيقه او اتنين، فان شاء الله على 9:25 دقيقه ستنطلق مباراه القمه الاهلي والزمالك. وان شاء الله اكيد خلال الفتره دي نروح لمراسلنا من ارض الملعب او هنقل لحضراتكم صوره لايف لتسخين الفريقين اللي بالفعل نزلوا ارض الملعب وبداوا عمليه التسخين. وارجع لضيوفي كابتن نشأت طلعت منورني وكابتن كريم جمعه. يمكن نرجع على نادي الزمالك، اتكلمنا قبل الفاصل عن نقاط قوه النادي الاهلي سواء دفاعا وهجوما. هنتكلم عن نادي الزمالك كابتن نشأت. يمكن نادي الزمالك النهارده يعني خلينا نتكلم بكل منطقيه وحياديه، نادي الزمالك افضل السنه دي من السنه الماضيه، وبيمتاز عنده دفاع وهجوم. يمكن محتاجين نستعرض ايضا يعني نقاط قوته ونقاط ضعف الزمالك ايضا. هو نقاط قوته متمثله في لعبه،
ودبشه، بس هو لعب اكتر، بيعتمدوا عليه على لعبه اكتر، ضرب مركز اربعه. اذا اعتمادهم اكتر على الضرب مركز اربعه. هل اللعب السريع عندهم زي عندنا، ولا هو اكتر بيعتمد على الاوبجيكت؟ مش جامد زي عندنا مثلا، لكن هو لعبه هو كانوا معتمدين عليه في الماتشين اللي فاتوا. طبعا بعوده رضا هيكل ده هيفرق معاهم. طب هل ارسالات محمد مهدي شايفها النهارده ممكن تبقى نقطه قوه النادي الزمالك؟ هو مهدي مميز بارسالاته. شايف دي برضه حاجه مهمه جدا. طبعا مميز بارسالاته، بيضغطنا يعني بارسالاته بشكل كبير. هو لو ارساله مظبوط وكان مؤثر السنه الماتش ده معاهم، بيعمل حاله تذبذب شويه. احنا بنستقبله وبنلمه كل حاجه، بس هو رساله تقيل يعني. هو الميزه ان هو ما كانش موفق في الماتش اللي فات في رسالاته، كان بيضيع كتير، رسالته كانت ضايعه كتير، بس هو في العادي رسالته كويسه. في العادي رساله كويس. طب النهارده اجي لك كابتن كامل، شايف مشاركه رضا هيكل النهارده كواحد من ضريبه او افضل ضريبه في مصر، خلينا نتكلم ان صح التعبير، شايف مشاركته النهارده هتبقى نقطه قوه لنادي الزمالك؟ وهل مشاركته في المباراه اللي فاتت هو كان في فورمته ولا لا؟ يمكن نادي الزمالك رضا هيكل بالنسبه لهم هو عنصر القوه في نادي الزمالك، يعني القوه الضاربه في نادي الزمالك هي رضا هيكل. يمكن احمد فتحي من صناع الالعاب اللي بتحب اللمسه الجماليه، بيحب يلعب كتير فنتات، يحب يعمل تركيبات هجوميه كتير. نعم. فلما الاستقبال بيهرب منه او الاستقبال بيضعف عنده، بيبقى المنفذ الوحيد ليه هو رضا هيكل. فاي حته في الملعب بيروح لرضا هيكل على طول. فانت النهارده لو قدرت ان انت توقف رضا هيكل بالبلوكات وتركز معاه جدا، انت فقدت نادي الزمالك 60 او 70% من قوته الهجوميه. حتى في وجود لعبه يعني ممكن لعبه كان في المباراه اللي فاتت واللي قبليها موفق. اكيد. فالنهارده اكيد لعبه برده مش هياخد نفس الوقت اللي كان بياخده، ولكن انا شايف ان حتى البدايل بنفس القوه، يعني النهارده عندنا مهمه جدا قويه جدا للبلوك بتاعنا انه يوقف الضريبه. اكيد. يمكن انت النهارده لازم تضغط جامد جدا بالارسالات القويه عشان تبوظ الاستقبال عندهم، تخلي احمد فتحي ما يقدرش يعمل تركيبات هجوميه ويقدر يشغل محمد مهدي او محمد مجدي الجون في مركز ثلاثه. فانت لما هتلعب ارسالات جامده او ارسالات قويه، انت هتسهل على نفسك الدفاعات والبلوك، هيبقى عندك حاجتين، لما يرفع لمحمد مصطفى لعبه او رضا هيكل. فطول ما انت بلوكاتك عاليه ومركز معاهم جدا، هتقدر توقف نقط القوه عند نادي الزمالك، والماتش هتقدر تسهله على نفسك جدا. يمكن ظهور لعبه المباريات اللي فاتت كان نتيجه غياب رضا هيكل، فكان الاعتماد كله على لعبه، ولكن النهارده هنشوف تنوع يمكن عند نادي الزمالك. اكيد نادي الزمالك هيكون افضل من المباراه، مش هيكون افضل المباراه الاولى لان رضا هيكل لعب الاولى واتصاب في نصها وخرج، ولكن ممكن هيكونوا افضل من المباراه الثانيه اللي ما شاركش فيها رضا هيكل. طب السنتر بلوك في نادي الزمالك، شايف سنتر بلوك مهم لانه ليه دور دفاعي مهم جدا، وايضا ليه دور هجومي في الضرب السريع. شايف النهارده السنتر بلوك بتوع نادي الزمالك مين وموقفهم ايه؟ يمكن نادي الزمالك بيعتمد اعتماد كلي على محمد مهدي وعلى محمد مجدي الجون في مركز ثلاثه، هم يمكن دول الاساسيين اللي بيبداوا كل المباريات، والاحتياطي بتاعهم محمد عفيفي ورشاد شبل. يمكن رشاد شبل من عناصر الخبره اللي في نادي الزمالك، جاي من نادي طلائع الجيش. فانا شايف ان طول ما انت ارسالاتك بتضغط بالارسال القوي جدا على نادي الزمالك، بتلعب ارسالات متوجهه على لعيبه اربعات هناك في نادي الزمالك، استقبالهم مش قوي جدا. يمكن احسن استقبال في نادي الزمالك هو محمد رضا الليبرو. طول ما انت بتبعد عن محمد رضا وبتلعب رسالات متوجهه على لعيبه مركز اربعه، هتقدر تخلخل استقبالهم، الكره هتترفع اوت اوف سيستم، هتسهل جدا حوادث الصد عندك في نادي الاهلي. طول ما انت هتلعب رسالات ضعيفه، هيبدا يعمل تشكيلات هجوميه عليك، هتدخل نادي الزمالك في المباراه هتبقى ماشي مباراه سجال. فانا شايف ان النهارده من اهم عناصر القوه اللي كابتن محمد موسى هيعتمد عليها الارسال القوي جدا، عشان تقدر توقف عناصر القوه في نادي الزمالك اللي هي بتتمثل في مركز ثلاثه او في رضا هيكل او محمد مصطفى لعبه. حقيقه نحييك على التحليل ده يا كابتن بامانه، لانه احنا في المباراه الثانيه بالاخص التذبذب حصل في المستوى من وجهه نظري المتواضعه، يعني انه كانت ارسالاتنا مش بالتوفيق الكافي، وكان ضرب نادي الزمالك تطور جدا نتيجه الارسالات ما كناش متوفقين فيها، ولما حاولنا نضغط بالارسال فقدنا عدد كبير من الارسالات. يمكن المباراه الثانيه كلمه السر هي الارسال، وزي ما حضرتك بتقول النهارده كلمه السر، وكابتن ناشئ بياكد كلامك وبيتفق معاك ان الارسالات هي اول درجات الدفاع بالنسبه لنا، ان انت تضغط الفرقه الثانيه بالارسالات. شايف الكلام ده صحيح يا كابتن نشأت؟ اكيد. بس احنا عندنا ميزه مش عند نادي الزمالك. نعم. استقبالنا، يعني احنا استقبالنا اعلى، الاستقبال احسن. احنا استقبالنا بس أحسن. خلي بالك يا كابتن، ده في حاله واحده لو اتفقنا في قوه الارسالات. يعني قصدي اقول لك لو انت لعبت ارسال او لعبت ارسال ضعيف، فا اوكي هيبقى خلاص خلاص يبقى خلاص. يعني لو لعبنا على لعبه حطينا ثبتنا فاكتور واحد اللي هو الارسالات قويه، لا احنا استقبالنا احسن، ولكن تمام. مهم ان انت تبقى ارسالك ايضا قوي. اكيد زي ما حضرتك قلت قبل كده ان استقبال نادي الزمالك محمد رضا وشويه
الليبرو ده كويس من ناشئين اساس النادي الاهلي. وفي احمد يوسف استباله كويس. اضعف واحد فيهم لعبه. فاحنا لو استغلينا ان احنا نلعب على لعبه ارسال جامد هنريح على نفسنا حاجات كتير. استقباله مش كويس. نعم. فارسالك الجامد هيريحك، هيريح بلوكك، هيريح ديفنساتك، هيريحك في الماتش كله. يعني قصد حضرتك ان احنا نبعد عن الليبرو خالص، وزي ما احنا الليبرو خالص زي ما بيتعمل معانا زي ما بيتعمل معانا بس احنا عندنا الاربعات بتوعنا استقبالهم احسن. يعني احمد صلاح ممكن يكون استقباله احسن، اللعيبه الاوبوزيت كلها استقبالهم احسن عندنا. فاحنا لو رحنا للاوبوزيت في نادي الزمالك ده هيريحنا كتير. اكيد طبعا. ولكن شفنا المباراه الثانيه يا كابتن نشأت، يمكن الضغط العصبي شويه، المباراه في ملعبك عليك ضغط نفسي أكيد. شفنا ارسالات كتير في الشبكه. هل انا النهارده اقدر اخد الريسك ده؟ هل ان انا كفريق اعدي الكوره بس، ولا ان انا اخد الريسك ان انا العب ارسال قوي قريب من الشبكه وسريع في مقابل ان انا ممكن اخسر ارسال او اتنين في الشبكه؟ شايف ايهما احسن، العب بالسيف وان انا اعدي الارسال وخلاص، ولا ان انا اضغط؟ لا اضغط بالارسال واخسر ارسالين ثلاثه في الشبكه. ما هو انا لو لعبته سهل الفرقه الثانيه هتستقبله هيعمل عليا الشغل بتاعه، لكن لو انا لعبته صعب بوظت عليه الهجوم بتاعه انا طلعته بره المود، طلعته بره الماتش. لكن لو هو لم الاستقبال استقبل كويس، هيلعب كويس، هيعمل الجمل التكتيكيه بتاعته، هندخله جوه المباراه ثاني. صحيح. فاحنا لو لعبنا ارسال جامد موجه حتى لو في مخاطره، حتى لو في مخاطره صحيح، ما هو كده اتفق معاك. البونت يليك عليك عليك، اخد مخاطره واخسر سيرفين بس في المقابل هاخد 7-8 نقاط مرتاح فيهم، اطلع بلوك مريح. طب كابتن اجي لك، يمكن الاستقبال يا بيكون على الليبرو يا بيبقى على الاوبوزيت اللي هو بيبقى غالبا هيبقى هيكل، صح ولا انا غلطان؟ هنا نقول كلام مظبوط، هيبقى على محمد مصطفى لعبه او احمد يوسف او احمد يوسف او دبشه لعبه اربعه، او الثلاثه دول هيبقى الاستقبال عنه. انما هيكل ما بيبقاش بره الاستقبال، بره الاستقبال بيهاجم بس. طيب ساعات المدير الفنيين بيسعى في بدايه المباراه انه يخرج لعيب من المباراه، يعني شفناها كتير جدا مع فرقتنا ان احنا بنروح مركزين على لاعب استقبال الثاني الثالث بيبقى مش متوفق، بيدفع المدير الفني لسحبه، ودي لقطات من ارض الملعب من صاله 3 باستاد القاهره، وهنا الإحماء يعني دخل مراحل الوسطى، يعني خلاص بدأت اللعيبة تنط، طالما بدأت اللعيبة في مرحلة النط خلاص يبقى بدأنا في النصف الثاني من الاستريتشنج أو اللي هو التسخين ورم اب. شايف ده كابتن مظبوط؟ شايف النهاردة محتاجين نخرج لاعب أو اثنين من تركيزهم نتيجة الاستقبال، وده مهم جدا في البداية كابتن؟ أكيد. أنا عندي متأكد إن كابتن شريف الشمري اللي هيلعب بتوازن دفاعي كبير جدا في المباراه النهارده، يمكن هيلاعب في مركز أربعة احسن اتنين لعيبه بيعرفوا يستقبلوا حتى لو جه على حساب الضرب. اكيد ان اهم حاجه عنده الاستقبال يبقى كويس، طول ما الاستقبال الكره الاولى، طول ما الكره الاولى عنده كويسه هيقدر ان هو يكون ند ليك في المباراه. اول لما الاستقبال هيضيع عنده او هيهرب منه خلاص المباراه هتبقى وان سايد جيم وهتبقى سهله جدا على النادي الاهلي. فكابتن شريف الشمرلي اهم حاجه عنده النهارده استقبال النهارده الكره الاولى. شايف ممكن يبتدي بمين؟ يعني انا توقعي ممكن يبدا بمحمد مصطفى دبشه واحمد يوسف، هيبعد عن اللعبه شويه عشان اللعبه استقباله دول افضل اثنين لعيبه في الاستقبال. لو المباراه مشيت معاهم زي ما هم عايزين هيفضلوا مكملين، لو المباراه بدات تهرب منهم هينزل محمد مصطفى لعبه. يمكن محمد مصطفى لعبه احسن من الاثنين في الهجوم وفي البلوك، بطول القامه هو اطول منهم وارتقاؤه عالي، بس ده جاي على حساب الاستقبال، على حساب الاستقبال. فانا هشوف ان شايف ان هو هيفضل النهارده ان هو يبدا الاستقبال عنده او الكره الاولى عنده افضل عشان يقدر ان هو يجري النادي الاهلي في المباراه، خاصه ان هيكون في الملعب رضا هيكل. يعني أكيد. انت عندك برضو ضريب، يعني يعني انت هي أكيد. في نادي الزمالك هيحاولوا يوازنوا الدنيا بحيث ان يبقى عنده استقبال في وجود رضا هيكل الضريب على الشبكه برضه، حاطط في عين الاعتبار ان النادي الاهلي ارسالاته قويه جدا، واللعيبه اللي ما بتلعبش ارسال قوي اللعيبه ارسالاتها بتوجه كويس جدا، فهو هيبقى طول الوقت النهارده عينه ان هو يكون الكره الاولى عنده كويسه جدا عشان يقدر حتى يشغل لعيبه مركز ثلاثه او رضا هيكل. لكن هو لو خد ريسك ان هو لاعب لعيب استقباله ضعيف على حساب عشان يقوي الخطوط الهجوميه، المباراه ممكن تهرب منه وتخلص 3-0 للنادي الاهلي. طب كابتن نشأت، يمكن دايما لما بيروح السنتر بلوك على الارسال في الروتيشن بتاع ارض الملعب بتبقى دي ساعات تبقى نقطه ضعف، ان انت خسرت ورا بيبقى ورا، وبيبقى ساعات ثلاثات بيبقى ارسالاتها ما بتبقاش بالقوه بتاعه باقي اللاعبين. ولكن عايز اعرف المشكله دي هتبقى اكتر في النادي الاهلي ولا في نادي الزمالك؟ بس اسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره، الاهلي والزمالك في الكره الطائره، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكر حضراتكم بخلاص 25 دقيقه او 20 دقيقه وتنطلق المباراه الاهلي والزمالك في الدور الثاني من الادوار الترتيبيه في دوري الكره الطائره
رجال. وخلينا نطير لصالة رقم 3 في استاد القاهرة ومراسلنا من أرض الملعب محمد فاروق وفاروق صلاح، أنا آسف، فاروق صلاح ومريم سميح، عشان يقولنا الأجواء داخل الصالة لما هو قبل مباراة القمة. اتفضل يا فاروق. طبعا برحب بيك يا كابتن هيثم وبرحب بضيوفك الكرام كابتن نشأة طلعت والكابتن كريم جمعه، برحب بالزميله العزيزه مريم سميح، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ليله جديده من ليالي الديربي الاهلي والزمالك والجوله الثالثه او المواجهه الثالثه ما بين الفريقين هذا الموسم بعد فوز النادي الاهلي في المواجهتين السابقتين ب3-0 في صاله نادي الزمالك و3-1 في صاله النادي الاهلي. جوله جديده بتتجدد يا مريم هنا على صاله استاد القاهره ومواجهه الاهلي والزمالك، دائما مواجهه جماهيريه من المقام الاول. مظبوط طبعا يا فاروق، لكن خليني الاول ارحب طبعا بيك يا كابتن هيثم، ارحب طبعا بضيوفك الكرام كابتن نشأة طلعت وكابتن كريم جمعه، ورحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن الفرقتين داخلين معنوياتهم عاليه يعني لهذه المباراه، يمكن لان هم سواء الاهلي او الزمالك كسبوا كل او يعني 6 جولات الماضيه. طبعا زي ما احنا عارفين نادي الاهلي كسب امام طبعا سبورتنج، الطيران، بتروجيت، سموحه، طبعا يعني طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، ويمكن الاهلي دخل بالعلامه الكامله كسب كل هذه المباريات بنتيجه 3-0 طبعا باستثناء طبعا يعني الاتحاد السكندري او عفوا سموحه كان 3-1 وطلائع الجيش او مباراه امس كانت 3-2. الحقيقه يعني استعدادات مباراه اليوم كان الجهاز الفني يمكن كانت كل التمرينات كانت موجوده هنا على صاله 3 باستاد القاهره. يمكن يعني امبارح ما كانش فيه فرصه قوي ان هو يكون تمرينات قويه طبعا يا فاروق، كانت كلها تمرينات استشفائيه او ريكفري طبعا استعدادا لمباراه الزمالك. ايوه هي مباراه قمه، ولكن يعني في الاول وفي الاخر هي مباراه تحصيل حاصل، علشان كده يمكن الاستعدادات ما كانتش قويه قوي، ويمكن كمان يعني مش هيفرق في الترتيب سواء الاول او الثاني بغض النظر طبعا عن نتيجه النهارده. هيكون طبعا زي ما احنا عارفين في طبعا قرعه ل يعني اول 4 مراكز ومن الخامس للثامن ايضا، وده اللي هنشوفه خلال الفتره المقبله. يمكن عايز اتكلم كمان يا فاروق عن فكره الاحماء، يمكن عمليه الاحماء بدات يعني يمكن من الشوط الاخير ما بين سموحه وبتروجيت، كانوا نزلوا يعني ارض الملعب يعني ما انتظروش حتى الى ان تنتهي المباراه، وزي ما احنا شايفين طبعا من خلفنا عمليات الاحماء بدات قبل يعني بدء المباراه بدقائق قليلة. بالظبط يا مريم، يعني استكمالا لكلام الزميله مريم كابتن هيثم، خلينا نوضح المرحله القادمه ايه. طبعا خلاص اتحسم ال4 مراكز الاولى، الاهلي الزمالك وطلائع الجيش وسموحه، هيتم اجراء قرعه بالنسبه ل4 الفرق من الخامس للثامن، هيشوف كل فريق هيلعب مين من الاربعه الاوائل. دي المرحله اللي هتتم خلاص يوم يعني القرعه تكون يوم الاحد القادم. لكن خليني اكلمك بقى على الفتره القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا هيكون يا مريم انطلاق بطوله السوبر اللي هتجمع النادي الاهلي، اول مباراه يوم 8 ان شاء الله 8 فبراير هتكون امام نادي الاتحاد السكندري، ثم المباراه الثانيه امام فريق طلائع الجيش يوم 9 فبراير، ثم المباراه الثالثه هتكون امام نادي الزمالك يوم 11 فبراير. دي هتكون يا كابتن هيثم مرحله ترتيبيه من الاول للرابع، ثم بعد هذه المرحله الاول هيلاعب الرابع والثاني هيلاعب الثالث في مباراه الدور نصف النهائي اللي هتكون يا مريم يوم 12 فبراير، ثم المباراه النهائيه هتكون يوم 13 فبراير. مرحله مهمه جدا، تحديات كتير جدا لعبت النادي الاهلي، الحماس اللي احنا شايفينه يا مريم النهارده على وجوه اللاعبين. طبعا يا كابتن هيثم هي مباراه ديربي، انت عارف يعني اجواء المباراه سيطرت وسياده الماسترز لعيب النادي الاهلي طبعا على المواجهات السابقه بتدي طموحات. شايفين الجماهير الموجوده، الجميع النهارده بيثق طبعا في لعيب النادي الاهلي. كابتن ميدو مصلحي كلامه وحديثه مع اللاعبين، نعتقد يا مريم مرحله مهمه جدا، لكن لعيب النادي الاهلي دايما على قدر المسؤوليه. طبعا زي ما احنا كمان شفنا يمكن يا فاروق خلال الفتره الماضيه كان في يمكن شويه قلق يمكن من المباراه الاولى، على الرغم ان هي كانت على صاله نادي الزمالك، ولكن الحقيقه ان الماسترز قدروا ان هم يحققوا فيها الفوز النهارده. ان شاء الله اكيد بنتمنى لهم كل التوفيق وان هم يكملوا العلامه الكامله الحقيقه حققوها في ال6 جولات الماضيه. خليني يعني اخيرا يا كابتن هيثم انقل لك برده بعض من الاجواء هنا، الحقيقه ان في حضور لبعض من رموز النادي الاهلي في مختلف الادارات، وطبعا
على رأسهم يعني مجلس الإدارة، حاضر منه طبعا السيد عمرو فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حاضر أيضا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، وحاضر الأستاذ محمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. ويمكن كمان يعني خليني أختم كلامي بالإصابات اللي موجودة، هي إن إحنا كانت صفوفنا مكتملة إلى يعني إمبارح، يمكن كان مباراة طلائع الجيش أسفرت عن إصابة واحدة طبعا يعني، وإصابة هامة طبعا أكيد في صفوف الفريق، وهي عبد الله عبد السلام الحقيقة إن هو أصيب بسبين أنكل في مباراة طلائع الجيش، يعني يمكن هتستغرق إصابته من 3 لـ4 أيام حتى يعود مرة تانية للقائمة. خليني بقى أقول لك يعني يمكن إصابات نادي الزمالك، الحقيقة إن كان عنده إصابات خلال الفترة الماضية، ولكن هو داخل النهاردة بالقائمة كاملة. يمكن رجع كمان رضا هيكل، أحمد يوسف ومحمد مصطفى لعبة، الحقيقة إن هم التلاتة كانوا بيعانوا من إصابات خلال الفترة الماضية، ولكن الحقيقة إن هم رجعوا مرة تانية للقائمة وداخلين أيضا القائمة كاملة النهاردة. يمكن دي كانت كل المعلومات طبعا من داخل صالة 3 باستاد القاهرة فيما يخص طبعا مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك أو ماسترز النادي الأهلي وطبعا يعني رجال طائرة الزمالك. نشكرك جدا يا كابتن هيثم، مستمرين معاك طبعا يعني حتى نهاية هذه المباراة. طب معلش فاروق، يمكن انت لو سامعني دلوقتي يا فاروق، كنت عايز استفسر عن الحضور الجماهيري، هل كان في لسته من اتحاد الكره الطايره بالحضور، ولا هو مقتصر على يعني الاسر اللاعبين، ولا الحضور؟ انا شايف طبعا في خلفيه في المدرجات حضور بعض الجماهير لمتابعه المباراه، مش شايف يمكن المدرجات الثانيه فيها مين، ولكن هل ده نتيجه لسته تم اعتمادها من الاتحاد، ولا الحضور بناء على ايه؟ لا خليني طبعا يا كابتن هيثم اكد لك طبعا ان في لسته طبعا مبعوثه من يعني الجانب الحضور من جانب النادي الاهلي، ايضا جانب الحضور من جانب نادي الزمالك، لكن بعض الجماهير اللي موجوده هنا اولياء الامور وايضا يعني لاعبي الفرق اللي كانت موجوده في المباراه قبل مباراه الاهلي، سواء لاعبي سموحه لاعبي بتروجيت ايضا مع اولياء امورهم، لكن الحضور الجماهيري بيقتصر طبعا على القائمه المرسله من الجانب النادي الاهلي 25 فرد طبعا زي ما قلنا في المعالي الوزير نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي زي ما قالت الزميله مريم الاستاذ العنبي فاروق، الى جانب كابتن خالد العوضي ولفيف من حضور من جانب المسؤولين في النادي الاهلي، طبعا وجود بعض اولياء الامور من كلا الفريقين، لكن الحضور الجماهيري اللي احنا شايفينه زي ما قلنا كابتن هيثم وضحنا ان هو طبعا لاعبي الفرق اللي كانت قبل هذه المباراه سواء سبورتنج الطيران سموحه بتروجيت، لكن يعني دي كل الاجواء. عايز اكلمك برضو عن التنظيم، تنظيم اكثر من رائع طبعا. مباراه الاهلي والزمالك انت عارف دايما مباراه بتحظى باهتمام كبير جدا على الجانب التنظيمي وعلى جانب يعني الجانب التنظيمي والجانب الامني، الجميع النهارده لا يدخر اي مجهود في تقديم مباراه تليق بالقطبين الاهلي والزمالك. ومريم يعني يمكن انا بشكركم كمان، انتوا واقفين في يعني زي ما بيقولوا في مرمى الارسالات، فالكور جايه وراكم يعني بقوه كبيره، فانا بشكركم شكرا جزيلا فاروق صلاح زميلي العزيز ومريم سميح، غطيتوا لنا كل ما يمكن ان يقال قبل انطلاق المباراه، بشكركم شكرا جزيلا. يمكن واقفين هم ورا السيرفات، بدات السيرفات تبقى قويه، وشفنا كذا كره ارتطمت يمكن بفاروق ومريم، فكان لازم طبعا نقلل الاسئله، لان طبعا السيرفات زي ما قال كابتن كريم ساعات بتوصل ل 120 كيلو في الساعه. بالظبط مظبوط. صحيح. طب كابتن اشرف خليني ارجع لحضرتك، احنا كنا بنتكلم عن نقاط القوه طبعا في نادي الزمالك ونقاط القوه في النادي الاهلي، ولكن لك توقعات شخصيه كابتن اشرف اكيد عن المباراه، وشايف اكيد من وجهه نظرك الفنيه، احنا امنياتنا طبعا النادي الاهلي يكسب مفيش كلام، ولكن وجهه نظر حضرتك الفنيه المباراه ممكن تمشي ازاي وكام؟ انا بتمنى ان 3-0، بس ما اظنش ان ماتش النهارده يخلص 3-0، هيبقى في نديه من نادي الزمالك، هيبقى جاي عايز يعوض الماتشين اللي فاتوا اكيد، فممكن يعني 3-1 ان شاء الله للنادي الاهلي. كابتن كريم توقعات حضرتك النهارده المباراه، خاصه النادي الزمالك اكتمل واحنا خسرنا طبعا عبد الله عبد السلام، فالمباراه كانت يعني المباريات اللي فاتت ممكن المباراه الاولى كان هم بكامل او نادي الزمالك بكامل لعيبته، ولكن المباراه الثانيه كان عنده رضا هيكل الغياب وعفيفي تقريبا كمان كان مش موجود، توقعاتك لمباراه النهارده ايه في ظل هذه الظروف؟ نادي الزمالك اكيد عنده دوافع كبيره جدا النهارده ان هو يعوض الخسارتين في الدور الاول والدور الثاني التمهيدي، ان هو يعوض الخسارتين، وان هو حصل على بطوله الدوري السنه اللي فاتت، وطبعا عوده المدرب بتاعهم كابتن شريف الشمير على الخطوط، فدي كلها تبقى دوافع عندهم. بس طبعا النادي الاهلي عندها خبرات كبيره جدا ان هي تمتص حماس لعيبه نادي الزمالك، وزي ما قلنا طول ما احنا هنعتمد على الارسالات القويه وعلى تكنيك الضرب القوي عندنا والاعتماد على السنتر بلوك هنقدر نسهل على نفسنا المباراه النهارده. اكيد المباراه النهارده هيبقى فيها نديه قويه جدا من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك،
بس ان شاء الله المباراه هتبقى في صالح النادي الاهلي باذن الله باي نتيجه، المهم تبقى النتيجه لصالح النادي الاهلي في الاخر. شايف المباراه ممكن تروح لشوط خامس يا كابتن كريم؟ احتمال كبير توصل لشوط خامس، بس ده يتوقف على 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 الجوانب الفنيه والبدنيه للاعيبه النادي الاهلي. لو اللعيبه فايقه من اول المباراه، لا المباراه هنفرق فيها جدا، ان احنا في فروقات فنيه كبيره جدا ما بين النادين. فلو ان شاء الله اللعيبه في التوب فورم بتاعها النهارده ومركزين النهارده، لا ان شاء الله هنسال على نفسنا مباراه ومش هنوصل لشوط خامس خالص. شايف التحكيم النهارده وتوفيقه عنصر مهم من المباراه تخرج بشكل جيد فنيا؟ اكيد طبعا. الحكام جزء من اللعبه، الحكام بتخطئ وبتصيب، بس طبعا طول ما الحكم عنده شخصيه في الملعب وقراراته سليمه هنبعد عن المشاحنات ما بين اللعيبه وما بين المشادات ما بين اللعيبه. وطول ما الحكم ماشي فير ما بيفرقش معاه لون التيشيرتات او الانتماء للتيشيرتات، انت حضرتك طبعا عارف، هيسهل على نفسه المباراه قبل اللعيبه. وبالتالي بيبقى المباراه الفنيه عاليه دي بيبقى فيه كور كتير جدا يا كابتن نشأ، بيبقى فيها لغط يعني، لا لمس الشبكه، لا الكره كانت بره، لا الكره كانت جوه، دبل ريست، الكلام ده كله. شايف النهارده توفيق الحكام يعني اكيد مهم، يعني زي ما شافه كابتن كريم اكيد. كل ما الحكم يبقى قوي وقراراته فير بيسهل للفرقتين اللعب، بيبقى عدم الاعتراض كتير. لكن طول ما الحكم مذبذب في قراراته ده بيخلي الفرقتين بتعترض على طول. صحيح طبعا، يعني مهم جدا افهم من كلام حضرتك قوه الحكم، حتى لو القرار ممكن، ما احنا كلنا بشر وقد نخطئ وقد نصيب، ولكن قوتك في اتخاذ القرار واستعانتك اكيد بحكام الرايه، حكام سوري اللاين، يعني حكام الخطوط دي مهمه جدا، لان انت في كور مستحيل مع سرعتها تقدر تشوفها. يعني شايف النهارده حكام الخطوط مهمين جدا يا كابتن كريم؟ اكيد طبعا، يعني سرعه الكره بتبقى قويه جدا، ساعات الحكم الاول او الحكم الثاني ما بياخدوش باله منها، فحكام الراي لازم يكونوا صاحيين صاحيين جدا للكور التاتش لاين والكلام ده. يمكن على المستوى العالمي او احنا كمان جربنا سافت التشالنج ده بيسهل جدا على الحكم ان هو لو في كوره هو ما شافهاش ان هو تظهر، بس طبعا ده مش موجود دلوقتي. كابتن كريم مضطر اقطع حضرتك لان خلاص لحظات وتنطلق المباراه. خلينا نطير للصاله رقم 3 باستاد القاهره ومعلقنا الدكتور مروان صالح، نقل احداث المباراه الاهلي والزمالك في الكره الطائره في الدور الثاني الترتيبي، فالى هناك.